إذا فكرت بأنك تستطيع فأنت محق، وإذا فكرت أنك لا تستطيع فأنت أيضا محق. الأمر يرجع إليك، يرجع إلى إيمانك بقدرتك إمكاناتك، يرجع إلى ثقتك بنفسك، وهي وحدها التي تقرر. لكننا هنا أمام رجل لا يعرف في قاموسه إلا أنه يستطيع، يعرف أن المستحيل ليس له مكان في مفردات قاموسه وعمله، يعرف أنه إذا أراد شيئا لشعبه بناه، يعرف البحر ماء لكنه بناه، يعرف أن هذه الأرض كانت صحراء مظلمة فملأها نورا وبهاء، يعرف أن خلفه شعب قوي صلد يحب أرضه يحب الحياة، فصنع معه المستحيل. إنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، العبقري الذي غير مجرى الحركة والحياة وأعاد توصيفها توظيفها، جسد كل سمات القائد العظيم الملهم لشعبه. هو الحاكم العربي الوحيد على مدار التاريخ كله الذي صنع من عمله نموذجا للبناء والتفوق والسعادة، نموذجا لرفاهية البشر. ذلك أنه سار وعيناه دائما مفتوحتان على التاريخ وماضي هذه الأمة العريق، لكن عيناه أكثر اتساعا لرؤية المستقبل، زرع الحماس في الشعب وألهب فيه القدرة والاستطاعة، فكانت معجزته على الأرض أمام البشر كما نراها. في شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عشق للتحدي، يبحث عن الصعاب ليؤكد للناس أن الرغبة أكثر صلابة. إذا هطل المطر يوما وأغرق الميدان وكاد يلغى السباق، تفتق ذهنه عن اختراق يجف به الماء وتسير العجلة ولا يتوقف شيء. إذا وقفت صخرة في طريق يريد أن ينشئه، استدار حولها طوعها لتكون لوحة في المسار. الأبرز الذي يجب أن تلاحظوه في شخصيته العبقرية أنه ما يقوم بشيء أو يصنعه أو ينشئه إلا وكانت هذه الأمة أمامه. إذا فاز بسباق نسبه للشعب رفع العلم فوق رأسه، إذا علا ببناء ليكون أعلى بناء في الأرض قال إنه برج خليفة بنته الإمارات، إذا فتح طريقا أو أنشأ عجوبة من العجائب التي نراها في دبي كان اسم الإمارات سباقا. هذا هو محمد بن راشد، ابن هذه الأرض، ابن ثقافتها، مصدر إلهام الناس وتأكدهم أنهم قادرون على صنع معجزات الناس تراها. أنت شوف اللي جاء اللي حاصل الحين، أما بعد إن شاء الله نحن ما بنتوقف، نحن ما نتوقف عندما يشك فينا الآخرين. فهنا في الإمارات وعلى امتداد البصر سترى الخيال حقيقة ويكلمك الحجر، إبداعات متلاحقة يصنعها صائد الأحلام لتكون حقائق وليس أوهام أو أضغاث وخيال. أرضه تلامس سماءه والشمس من بيته تشرق وتغيب. رجل فريد في زمانه، رؤيته بديعة جدا لم يسبقه إليها أحد. مواهبه عديدة، فهو فارس، شاعر، أديب، كاتب، فيلسوف، سياسي محنك، يخترع وزارة للسعادة ثم يخترع وزارة اسمها لا مستحيل. فهذه هي قناعته وهذا هو إيمانه.
الحوائط حين يبنيها تنبض بالحياة، والطلاء يتحول كلمات نستطيع قراءتها وفهم معناها. لا يوجد مكان أو طريق إلا واقترب منه، تحدث إليه، إذا أطاعه سار به، وإذا استعصى بنى. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بيد يبني مستقبل هذه الأمة، وبيد أخرى وبقلب إنسان يقدم للإنسانية كل يوم عمل جديد وعطاء جديد للأطفال القادمين، يمنحهم مدارس يتعلمون منها حب الحياة، يقدمون العون في كل جانب، يحفر آبار الماء لتسقي العابرين روح التعاون والإخاء. يعرف التاريخ قراءة مرات ومرات، لكنه فتح صفحة جديدة فيه سماها باسمه، كل سطر فيها كتب بحروف جديدة تعيش مدى الحياة، هي سطور المحبة والإخلاص والتحدي والإيمان بأصل هذا الشعب وطيبة هذه الأرض. نظر للناس فرآهم ينسجون خيوطهم بنفس النظام ونفس النهج والطريقة، فاخترع خيوطا من حرير فكان هذا النسيج الفريد الذي نراه. نظر فرأى الناس يقتبسون عباراتهم من الكتب القديمة، يتغنون بالشعر فيها، فكتب أبجدية جديدة وصاغ الشعر لحنا جديدا. لذا فكل يوم حين تفتح عينيك في الإمارات ستجد إبداعا جديدا يحمل توقيعه، فصار ما يقوم به إلهاما، ولا يزال يصنع ويعمل من أجل أن يغير العالم كله، يغير سلوكه وطريقته للتعايش، مؤمنا أن الأرض واحدة وأن الإنسان يمكن أن يحول هذه الأرض إلى جنة يعيش فيها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، كلما حاولنا أن نجمع ما قدم سبقنا لعمل جديد ورؤية فريدة لا نستطيع اللحاق بها. الأصعب هنا أنه جعل المستحيل سهلا، وباتت الإمارات دولة وشعبا تحمل من الرقم واحد في الأمور كلها الكثير المسجل باسمه، وهو يسبق ونحن نلاحق، هو يبني ونحن نفخر، هو يسبق ويضع من قوانين الحياة ما يجعل البشر أسعد. محمد بن راشد المكتوم اسم غير مسبوق في تاريخ العرب، وأعيد قراءة التاريخ والسير لن تجدوا أحدا منهم صنع ما صنع أو أقام أسس بناءه على سعادة البشر. يؤلمه يغضبه أن يرى مكانا في دولته تقف فيه الناس تنتظر انتهاء مصلحة. في عرف محمد بن راشد وفي دولته هو يذهب لقضاء حوائج الناس ويبتكر ما ينسف به كل روتين وكل صيغ قديمة بالية، يحب للمصالح، يسأل الناس، يقلق إذا تأخر شيء أو توقف، يفتح طرق المستحيل فيجعلها طوعا لرغبته وإرادته. محمد بن راشد هو الوحيد الذي حول اعتقادنا بالخوف والفشل والقلق مما نبني ونعلي إلى روح إيجابية وثابة، إلى روح تعمل وتريد الزيادة. غابت من مفاهيمنا عبارات الفشل والتعثر، فكان ما ترونه أمامكم في الإمارات ليس على صعيد البناء فقط، ولكن على طريق بناء الإنسان وتصحيح مفاهيمه للحياة. محمد بن راشد المكتوم ابن هذه الأرض وشعبها، الذي تحدى الصحارى وقسوتها، تحدى الظلام وقلة الماء، تحدى الصعوبة فعشق المكان وعاش هنا، يصنع أغانيه، لياليه، أيامه،
ما استطاع أحد أن يقهره أو يهزمه، ما استطاع أحد أن يزحزحه عن حب رمال الصحراء. محمد بن راشد ورث هذه الصلابة، ورث العشق لكل شيء، فحول الصحاري إلى حدائق وأشجار، حفر الأرض فأشرجت له الماء رقراقا، حول الخيمة إلى أبراج يسكنها الناس وينظرون من علياء إلى المستقبل، فاستقبلت السماء عشقه بحب وأعطته قوة الإرادة والصلابة. هو كل صباح يطل من مكتبه وينظر إلى وطنه، فيرى أن جزءا بعيدا هناك يحتاج إلى إعادة صياغة، فيتحول هذا الجزء إلى إعجاز تصعب في وصفه العبارة. وسط كل هذا ستجده يمتطي فرسه ويسير الساعات، يسبح بخياله ويفكر ماذا يصنع للناس ليكون أكثر سعادة. يجلس في مكتبه محاطا بالشباب يدعوه أن فكروا في هذا الوطن وكيف يظل أكثر إشراقا. هذا هو محمد بن راشد، يصنع ويلهم، يبني ويبدع.